أستاذ مصطفى، الدخول إلى عالم الإخراج من فترة، يعني بدايات حضرتك كانت مش زي دلوقتي، من السهل إن الإنسان يدخل العالم ده ببساطة ويشتغل ويبقى الموضوع خلاص، ونلاقي شباب صغير بيكبر بسرعة والأسماء بتلمع بسرعة. فكرة دخول مصطفى شال هذا الكيان الكبير إلى عالم الإخراج كانت البداية مع إيه بالنسبة لك؟ طبعا التلفزيون المصري هو الاساس. احنا اتربيت في التلفزيون المصري من ايام ما انا كنت في طالب في كليه الاعلام، في كليه الاداب بعين شمس، وكان معايا مجموعه من اصدقائي وزملائي، كان منهم الاستاذه هناء ثروت، الاستاذه انتصار شلبي رئيس الاذاعه الاسبق، الاستاذ فاروق الفيشاوي، كانت مجموعه كبيره كانت معانا زملاء يعني في الكليه يعني. أما دخلت التلفزيون في سنة 73 74 انبهرت بعالم التلفزيون، يعني التواجد في البلاتو مع الفنيين والفنانين والنجوم ليه بريق كده وليه عالم بيجذبك، فصممت إن أنا لازم أخش هذا المجال. بدايتي كانت في مساعدة الإخراج مع الأستاذ الله يرحمه جميعا بقى جلال غنيم، كان من الأساتذة اللي عمل حلقة وجه الحب الآخر، كانت لمخيل رومان وكده، وتوالت بقى الأعمال مع الأساتذة الكبار المخرجين اللي الواحد اتعلم منهم واستفاد منهم، وكل في شيء في القيم والأخلاق والمثل والتعامل والدراما كل حاجة يعني.